السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيك يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض طوق رقيق جدا، او طقم جميل جدا النهاردة ورقيق، ويا بنات هي عليه نسبة مبيعات حلوة جدا وما بتستغناش عنه ام لبنتها. فان شاء الله تعالوا نشوف محتاجين ايه لعمل الطوق النهاردة، ويا رب الفيديو يعجبكم. طبعا مش هقول لكم ما تنسوش اللايك من ايديكم الحلوة ان شاء الله، ولو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس يا بنات للكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي ان شاء الله وحصري. يلا نشوف مع بعض محتاجين ايه لعمل الطوق النهارده. حاجه يا بنات محتاجه للاطواق، اطواق دي اطواق بلاستيك يا بنات، خامتها جميله جدا. بصوا ما شاء الله، بصوا بتفرديها كده ما بتتكسرش ولا حاجه، يعني بصوا خامتها حلوه جدا، وفيها الاسنان دي كل الامهات بتحبها لبناتها، لان هي بتعمل الشعر يعني بتسوي الشعر وكده، فيها جميله جدا. سعر الدسته تقريبا كنت جايباها عامله 15 جنيه، يعني هي سعرها تقريبا من 15 ل 18 جنيه، سعرها حلو جدا. دي اول حاجه بنات محتاجه اللي هي الاشكال الاكريليك دي، اي اشكال موجوده عندك ممكن تستخدميها. شو عندي مجموعه الاشكال دي هنختار منها ان شاء الله. يا بنات محتاجه لزق الصاروخ ده طبعا مهم جدا، ما ينفعش تستبدليه باي حاجه تانية. هو انت ممكن تستخدمي اللي هو البي 7000، بس بجد انا استخدمته لقيته بياخد فتره طويله واللزق بتاعه مش حلو. لزق الصاروخ ده مش بياخد معاكي يعني بصوا دقيقه وانت بتعملي في الطوق، لكن فعلا حلو جدا وبيلزق وماكن جدا. فدي الحاجات اللي انا محتاجاها. هجيب الطوق كده مع بعض هنبدا. بصوا في اسنان هنا، ممكن الطوق معاكي ياخد تحط له 4 العاب اكريليك من دي او 5 على حسب ما يريحك، ممكن تحطي 5 و4. هنبدا مع بعض نجيب الطوق كده وهنبدا نجيب اشكال الاكريليك مع بعض. ممكن تحطي لون واحد، يعني مثلا تعملي لون اصفر يبقى الطوق كله عليه لون اصفر، وممكن نعمل اكتر من لون. فانا هعمل معاكم اكتر من لون على الطوق بحيث ان الطوق ده يكون مناسب مع اكتر من شكل، ما يبقاش لون محدد. لو حابه برضو تعملي لون محدد اعملي مش مشكله. بصوا هنجيب نحط حبه كده. بصوا انا بديت من اول الاسنان من هنا، هبدا كده احط حبه صغيره جدا. ده اجيب الشكل بتاعي كده اهو، دقيقه بس اثبته، مش هياخد هو دقيقه معاكي في التثبيت، بس انا بحطه كده، بحط ايدي عليه ثواني كده يكون هينشف، يكون نشف يعني وكده، وبحيث ان انا اكون ظابطه الشكل بالظبط. بصوا اهو ثبتها، شكلها جميل جدا. بصوا شكلها جميل بجد على الطوق. هجيب اهو هسيب مسافة برضو، ممكن تحطي على الناحيتين الاول، احط على الناحيتين كده واحط على الناحية التانية، واجيب مثلا اي شكل من الاشكال كده، ممكن اجيب ده مثلا او ده كده، اي لون موجود عندك اهو، واجيب كده الناحية التانية اهو، وابدا احط ايدي عشان تثبت معايا. وبعد كده تحطي تسيبي مسافه كده متساويه، وتحطي قطعه هنا وقطعه هنا، ممكن تحطي برضو 5 قطع على حسب هيكون ال بصوا اهي انا لبست الجوانتي عشان بصوا هو بيسيح كده احيانا، بصوا كده لزق جامد. بصي هي لزقت كده، ما خدتش معايا وقت، انا سبت لكم الوقت مش هسرع الفيديو ولا اي حاجه عشان تشوفوا معايا بالظبط هي بتاخد قد ايه الطوق. بصوا كده هنيجي نسيب مسافة من هنا كده حوالي 5 سنتي، وابدأ احط، حطيت نقطة صغننة يا بنات مش كبيرة بس، وهبدأ احط كده الشكل زي ما انا بديت. بصوا كده ثبت. بصوا ايه طبعا، بصوا جه على ايدي لزق الجوانتي، فاخدوا بالكم من الحتة دي هو بيلزق جامد، حاولوا تحطوا نقطة صغيرة. بصوا كده، بصوا شكله جميل جدا كمان، يمكن الكاميرا بجد ظلماه. بصوا كده هاجي برضو الناحية التانية وابدأ احط حبة كده، هسيب برضو نفس المسافة 5 سنتي كده تقريبا، احط حبة صغيرين كده اجيب معايا اهو. طوب بجد يا بنات جميل جدا ورقيق، رقيق جدا، وهتبيعيه كمان بسعر حلو حلو جدا. بصوا كل الاشكال دي معاكي، ممكن تعملي على كل الاشكال وكده.
بصوا محتاجش حاجة ولا وقت ولا اي حاجة. ممكن كمان مع الطوق ده تعملي، ممكن تحطي واحدة تانية هنا في النص يبقوا 5، وممكن تخليكي 4 على حسب، عشان ايه تبيعي الطوق بسعر حلو ولا الطوق مش بسعر حلو. وعايزة كمان ممكن اعمل معاه، اعمله طقم على بعض. ده بصوا شكل الطوق رقيق جدا، بصوا كده يا بنات، ممكن نعمله طقم كده مع بعض زي ما الطقم ده اللي انا عاملاه. فهجيب كده مثلا اهو جنسيتين كده، هجيب اهو حط بصوا، هي بس بتحتاج انك ثواني بس تحطي ايدك عليها، وبعد كده اهو بصوا هجيب برضو واحدة تانية اهي، اعدل البنسة كده واحط حبة صغيرين بصوا كده. بصوا كده انا عملت بصوا عملت البنستين كده والطوق. بصوا الطوق مع البنستين شكله شيك جدا. طبعا ممكن برضو الاطواق دي فيها الوان، ممكن لو انتي حابة تجيبي الوان وكده. انا جبت الابيض يعني عشان ممكن اشتغل عليه شغل تاني، فعجبتني الفكرة بتاعت العاب الاكريليك عليه دي، شكلها جميل وشيك جدا. بصوا يا بنات كمان ممكن تجيبي كارت كده تحطي عليه البنستين دول كده. وهي لسه ما كانتش ثبتت كويس وانا شلتها، بس هي لسه اللزق، حط لها حبه لزق تاني. بلاش تسرعي زي كده لان انا اتسرحت بصراحه، هو بيلزق بسرعه جدا بس ما كانش لسه لزق اللي عملتها في الاخر. كده هو بيبهدل بجد. لما بيجي بصوا في سخونة جدا طالعة من من اللزق نفسه. بصي يا بنات هي ثبتت كده، كنت حاطة ايدي عليها لحد ما ثبتت. هتجيبي الكارت كده وتبدأي تحطي كده كده بصوا كده، هيبقى شكل الكارت كده. هجيب بعد كده يا بنات مثلا، طب كده هاجي ادخل، هتبقى صعبة الفتحة دي. هعمل حاجة اقول لكم على فكرة حلوة جدا، بدل ما تدخلي الاطوار بس هشيل الاشكال دي. بصوا كده بدل ما بصوا الانبوبة دي كمان يا بنات بتحاولي تحطيها، يعني لما تيجي تشيل الانبوبه كده بعد ما فتحت البيسه تحت اللي هو لزق الصاروخ، بتحطيه كده في حاجه يعني يبقى بحيث ان يبقى ثابت. انا دايما بحطه في بكره الستان، بحطه في بكره الستان كده من جواها كده. بصوا كده هجيب اللي هو السلك الواير ده، السلك بصوا ده سلك واير كده بيتباع بالبكره. هجيب واقطع منه قطع كده حوالي 6 سنتي، قطعة حوالي 6 سنتي. وممكن كمان تجيبوا يا بنات اللي هو الحاجات اللي هي بتتلف على اكياس السبوع، ودي اللي هي عاملة زي السلك كده، ونبدأ نلف بيها الطوق، هيبقى شكله جميل جدا. بصوا هجيب كده، هجيب الورقة بتاعتي وابدأ ادخل فيها كده السلك من هنا، واجيب الطوق كده وابدأ ادخل الناحية التانية. بصوا كده كده من ورا كده هو بصوا بيسحب، وصعب شويه بس عشان انا لابسه الجوانتي، بس لان مش عارفه اتحكم فيه عشان لابسه الجوانتي. بس ما هو سهل جدا، او ممكن ما تقصيهوش زي ما انا قصيته، تركبي وبعد كده تقصي اللي هو السلك الواير. بصوا هجيب السلك الواير كده انا جبت كده البقره على فكره عشان البقره بعيده. هطولها سنة بس وقصها. طبعا اللي هو اللي انا قلتلكوا عليه بيتجاب من محلات السبوع، اللي هو اللي بيتلف بيه الاكياس بتاعة السبوع ده، حلو جدا انه طبعا هيوفر عليكي وبيمسك وشكله شيك. ممكن تجيبي منه اللون الذهبي او الفضي او كده. بصوا باجي من ورا كده، بصوا انا مسكت ما عملتها، هي صعبة دي شوية بس عشان انا لابسة جوانتي بس مش اكتر. بصوا كده هتبدأي تلفيها، السلك ده بيتلف معاكي، هبدأ تلفيها كده. بصوا بقى اهو كده الشكل. بصوا انا عملت
ده من ورا كده، بص ولفيته كده، كان سهل عليا بس عشان انا لابسه الجوانت صعب شويه. بصوا شكلهم جميل جدا ازاي، بصوا كده بجد شكلهم حلو جدا، وهيبقى عليهم ان شاء الله نسبه مبيعات حلوه. يا رب يا بنات يكون الفيديو عجبكم، يكون بسيط ويكون اديتكم فكره جديده. وبصوا بقى في حاجه كنت هنسى اقولها لكم، ممكن بعد كده بقى تجيبوا اكياس التغليف دي، لو انت هتطلعي كميه جمله تبداي تحطي في اكياس التغليف اللي هي اللزق الذاتي كده. كنت هختم من غير ما اقول لكم، معلش نسيت. بصوا هتبداي تجيبي اهي اكياس اللزق الذاتي بقى، حطي فيها الفرد. بصي شكل المجموعه بتاعتك حلوه جدا، شكلها شيك، بصوا كانها جاهزه بالظبط، يعني مش عاملاها انت في البيت خالص، بس شكلها ما شاء الله جميل جدا. وممكن برضو يا بنات الفكره التانية انك تحطي الكروت دي، تحطي التكتك ده على الكارت كده، بصوا تحطيه على الكروت كده وتبيعيه، بص هيجيب لك سعر حلو جدا. اللي هو الكارت ده البنات بتبيعه كلهم، بيطلعوه قطاعي، الكارت عامل 5 جنيه عليه البنستين دول والاشكال دي، حلو جدا. بصوا وممكن الطوق الطوق كده والكارت، المجموعة دي تطلعيها على 15 جنيه، هتديكي مكسب حلو جدا. طبعا هحسبه كل الخامات اللي انا عملتها، الطوق كانت الدسته عامله قلت لكم 15، من 15 ل 18 جنيه، البنس دي احتبري الواحده عامله جنيه، الاشكال دي مثلا عامله 75 قرش، فيعني بصوا فيها مكسب حلو جدا وبدون تعب ولا اي حاجه، مش هتاخد معاكي حتى، يعني بصوا ممكن تعملي دسته مش هتاخد معاكي حتى ربع ساعه، الدسته كلها على بعضها او المجموعه كلها على بعضها، وبصوا هتكيسيها في اكياس وهيبقى شكلها حلو جدا. يا رب ان شاء الله الفيديو يكون حلو وعجبكم، وان شاء الله ما تنسوش الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.